بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم. هنشوف مع بعض طريقة عمل ترقيد هوائي لأشجار الفاكهة في المنازل. يعني لو عندي أشجار فاكهة وعايز أعمل منه تاني عملية ترقيد هوائي، طريقة سهلة جدا وهنشوفها مع بعض، مش مكلفة. زي ما شايفين مع بعضنا كده، ده شجرة التين، كنت عملت لها قبل كده ترقيد هوائي ونجحت بشكل جيد جدا، فقلت نصوره تاني ونشوفه مع بعض ازاي نعمل ترقيد هوائي للشجرة عندنا في المنازل. طبعا الهدف من عملية الترقيد الهوائي ان هو يكسرها سريع جدا بسرعة في وقت قليل جدا. بيكون عندي الشجرة بالحجم ده كده، ممكن يكون الشجرة مثمرة كمان، يعني بنزلها الشجرة مثمرة عن طريق الاكسار بالترقيد الهوائي زي ما شايفينه مع بعض كده. ده شجرة التين، والفرع طبعا فرع بسم الله ما شاء الله كده 2 متر هو الطويل معايا، فبيكون اسرع شجره ان انا اعملها بالترقيد الهوائي. فهنتعلم مع بعض نعمل ازاي في المنازل ان نعمل عندنا شجره ويكون فيها فرع، مثلا لو داخل على مشايه او داخل على شباك او هيعوق اي مكان عندي، بدل ما اشيله واقطعه خالص ممكن استفاد بيه بالترقيد الهوائي وانزله الشجره عندي في الجنينه. كل المطلوب عشان اعمل ترقيد هوائي يكون عندي تربه البطمس، وطبعا التربة دي بيتها في ليلة قبل ما اشتغل بيها بحيث تبقى رطبة بالشكل ده كده. تربة بطمس زائد بلاستيك شفاف ابيض، يكون عندي سكينة او مقص اللي هشتغل بيهم، يكون عندي اللزق ده او شكرتون. ده الفرع اللي هنعمله ترقيد هوائي بالشكل ده كده اهوت. لو انا اعرف البس الكيس كده بالشكل ده، بعد كده بنعمل دايره بالطبقه الخارجيه للنبات اللي هي طبقه اللحاء الخارجيه، بنعمل قطع كده على شكل دايره. بالشكل ده كده، وارجع اعمل قطع التاني. طبعا المسافه اللي بين القطعين دول حسب حجم الساق او حجم الفرع بتاعي، كل ما كان الفرع بتاعي كبير كل ما كبرت المكان اللي اعمل فيه المسافه اللي هقطع منها لتبقى فيها الجذور. يعني بالشكل ده كده هناخد تقريبا 3 الى 4 سنتي ونعمل الدايره الثانيه. الفكره سهله جدا، ان بس عايزك تعملها في البيت بنفسك انت كده، واستفاد بكل فرع عندك في الشجره. يعني لو عندي الشجره والسلف بتاعها كويس وعاجبني او السما بتاعها كويس، ممكن ان انا اعمل شجره ثانيه بالطريقه اللي احنا شايفينها مع بعض دي كده. ودي اسرع اكسار او اسرع طريقه اكسار للنبات اللي هو الترقيد الهوائي. عملنا دايره فوق ودايره تحت او قطع على شكل دايره كده، بعد كده ببدا اشيل الجزء اللي في النص بالطريقه دي كده 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 بالشكل ده كده، سهله كده. عايز اقول لكم حاجه بقى، ايه الهدف من القطع اللي انا عملته ده كده؟ الهدف منه عمليه اخراج الجذور، ثم ان انا دلوقتي بدي انذار للجزء العلوي ده كده، الجزء العلوي ده كده، ان خلي بالك في خطر عليك، في ميه تقطع من عليك، بسرعه اعمل جذور هنا. بعد كده بنرفع الكيس بتاعي. هنا بقى لو ما عنديش لزق او شكرتون ممكن بسلك رباط واربط الكيس بتاعي من تحت. يعني العمليه مش صعبه خالص. وابدا اربط من تحت، بس اهم حاجه ان
حاول اربطها كويس او الف عليها اللزق بتاعها كويس بحيث ان ما تخشش لها هواء وتبوظ مني عمليه الترقيد اللي عملتها بالشكل ده كده. هبدا املا الجزء ده هو بقى بالتربه بتاعتي اللي قلت عليها التربه الجزء بس. واتذكر حضراتكم تاني لازم يكون التربه بتاعتي تربه مرطبه. انا قعدتها على فكره ليله في الميه عشان تفضل التربه عندي مرطبه فتره طويله ويكون عمليه التجزير اسرع باذن الله. تبقى عندي بالشكل ده كده. نحاول نطلع منها الهواء خالص، نضغط كويس كده. ابدا الف عليها ثاني كرتون وامنعنا الهواء كويس بالشكل ده كده. تمام كده. بعد ما عملتها بالكرتون بتاعه وثبتها كويس في خطوه ثانيه ان عايزين هركوا ورق الفوين، بلف عليها ورق فوين بحيث احفظ الرطوبه جوه وامنع الحراره للتربه بتاعتي. تبقى بالشكل ده كده. لو قلنا انسب ميعاد لعمل ترقيد هوائي بتكون في الربيع وفي الخريف. ليه في الربيع والخريف؟ اولا العمليه ديت بتقعد حوالي شهرين عشان ابدا افصلها من الام بالطريقه دي كده. فلما اجي اعملها في شهر مثلا فبراير هتاخد فبراير ومارس وابدا ازرعها في ابريل اللي هو في الربيع. تمام. فطبعا في ابريل ما يكونش لسه في درجه حراره عاليه جدا، فعشان ما تتاثرش معايا الجذور وتنجح معايا الشجره او الفرع اللي عملته ان شاء الله. لما اجي اقول في الخريف، في الخريف ده بيبقى في شهر 8. لما اقول مثلا اعملها في شهر 8 بتاخد 9 و10 واقطعها في 11 لسه برده ما دخلتش على البرد القارس ان تاثر معايا العقله. يبقى احاول ان انا ازرعها لما اعمل عقله يكون ميعاد قطعها بعد شهرين، تيجي معايا في الربيع وفي الخريف، ده انسب ميعاد. بعد كده بالشكل اللي موجود معانا كده بالجذور كده خلاص كده جاهزه جدا ان انا عم اشيلها بقى افصلها من الام واحطها بقى في السيس الاول قبل ما احطها في الارض المستديمه. نبدا نفصلها من تحت كده. تمام كده. على الشجره تحت اهي طبعا فيها التين اهو المثمر، بس طبعا الحلقه دي بتخلص منه الاول. بعد كده بقى نبدا نحل الكيس بتاعي ونحطها في التمر. بنبدا بقى نشيل الكيسه ونشوف الجذور او كميه الجذور بتاعتي على الطريقه ازاي. شايفين حضراتكم الجذور
نفسك. تمام كده نبدا بقى. انا على فكره ديت الجردل ده كده انا خرمته من تحت، او الجردل متخرم من تحت عشان عمليه الصرف، دي خطوه مهمه جدا. بعد كده بقى نبدا نكمل الطمي بتاعي. تمام كده بالشكل كده. واهم حاجه تثبيت الفرق بتاعي عشان لو ما ثبتش كويس وفي هواء حركه هيقطع الجدور من تحت. ففي المراحل الاولى احطه في مكان دافي ما فيهوش تيار هواء ويثبت كويس بحيث الهواء ما يحركوش ويجرح لي الجدور من تحت. وكده بقى عندي شجره فاكهه او شجره تين. شكرا لحسن المشاهده، كما شرفنا الاشتراك في القناه لنتابع مع بعض ونصل كل جديد. شكرا، السلام عليكم.